فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من كان عليه دية ومن وجب عليه دية دم وهو لا يجد ثمنها، فهل يعطى من الزكاة قبل حلول الزكاة؟ إن كانت دية عمد فهي عليه، إن كانت دية خطأ أو شبه عمد فهي على العاقلة ما هي عليه. نعم. فإذا كانت عليه الزكاة، عليه الدية، دية العمد، وهو فقير يساعد. نعم. لأنه من الغارمين. نعم.